هذا أولا فرحة كبيرة، إحنا لأن تنظم كأس العالم راك وليتي كتحكم على العالم. أنا ما كتبليش نلعب كأس العالم لأن ظروف لا في 86 لا في 82 لا في، لأن كنت معطوب وكنت ما كنت في الفريق الوطني. تنقول عمرني ما شفت كأس العالم. الحال حسب ما لعبتش. ها؟ هاد الكارير كل اللي دوزتو ما لعبتش، لان كنت في المنتخب صابيت قبل ما نمشيو للستاج في فران، دونك ضيعت داك حتى كمدرب ما مشيتش. كنا نضربو الكاميرون ونمشيو، خسرنا مع الكاميرون ومشاو هما. تنقول هاد المكتبي ليش هاد كاس العالم؟ الا طول الله العمر هاد كاس العالم على الاقل نشوفوه نشوفوه كم متفرج ولا كمحب ولا كمسير. لا سنقول لك المغرب من التي يولي العالم كله تتكلم عليه تفتقروا حنا، لأن العالم كله يهضر لك على المغرب. ديجا هضرنا في كأس العالم في قطر، دابا عاوتاني في كأس العالم غادي المغرب يتعرف أكثر. وكان تنعقل أنا ملي لعبنا كأس العالم في المكسيك هضروا على المغرب ملي غلبنا ألمانيا. داك العام السواح الألمانيين تكثروا تيجوا تسولوا على موروكو، كانوا تيصعبوا موروكو هي موناكو. وجاو السواح تيعاودوا على السواح داك الوقت كانوا المهم تيدخلوا واحد العدد. داك السنه دخلوا كثر كلهم المانيين واوروبيين. علاش؟ سمعوا موروكو مع موروكو ويشوفوا المغرب. هذا سياحي زعما كاس العالم راه شي حاجه كبيره، لا في الاجيال لا في الاقتصاد لا في التاريخ تتبقى. حتى الاجيال كنت نقول لك انا نهضر عشت 58 كرياضي وصافي. نسمع كاس العالم 58 وتبعت فرنسا وكوبا وفونتين 62 66 سمعنا دابا كل كاس العالم تتكون متبعو. انا هاد الجيل ديالنا حنايا الى زاد عاودت كاس العالم ان شاء الله حضر فيه راه غادي يكون واحد التاريخ واحد التاريخ حضر. لمن صاحب الجلالة هو مولا التعليمات ديالو اللي جعلت داك ماشي مؤتمر داك التجمع ديال الصغيرات نبه بان راه كرة القدم نقدروا نوصلوا بها عالميا، ولهذا عطيوها حقها. من تما بدا العمل والجميع خدمات اتصل افريقيا ولينا مع دول افريقيا تنكسبوهم يجوا للستاج هنا المغرب. اللي خصو شويه ديال الماتيريال سبورتيف تنصيفطو له، مدربين يحتاجوا شي كونسيي تنصيفطو. هذا تدخل مع هذا تولي مع المراشد المعمول يضيفوه هنايا. هذا كله تيجعل بان تتكسب ديك المحبه ديال دوك الدول تيحترموك، لان ما كتعدلش ما تدير شي حاجه اللي هي قبيحه. ما عرفتش تسمع عاود تطلع لاعبين اللي شاركوا في كاس العالم اللي مشاو احترافيين في دول اخرى. هذا العمل الكروي كله تنقول لك السياسه ديال صاحب الجلاله والتطبيق ديالها من طرف المسيرين بالخصوص الرئيس سيد القجع. لا ما نعرفش مازال ما اتصلوش اصدقاء كلهم المدربين اللي عندهم تاريخ تنهضروا باقي ما اتصل ما عندهمش خبر على اش غادي نلقاو في اللجنه واش نقدروا نفيدوا. هذا بقى يمكن باقي الوقت لان السي القجع يلا تعين مسرى مشرف على كاس العالم وتنظيم كاس العالم. يمكن تجي واحد الوقت اللي غادي يخمم بان بعض المدربين ولا بعض الاطوار يقدروا يفيدوا في اللجنه اللي هي لجنه التنظيم ولا لجنه التحضير ولا لجنه ديال حيت سياسه كاس العالم صعيبه وكبيره فيها بزاف ديال العوامل. تشوف على الجماهير تشوف على المنطقه تشوف عمليا في الجمع كلها تعطي رايو ويمكن داك الراي اللي هو يفيد وراي نقي يقدر يعملوه في يخرجوا للواجهه في التنظيم يقدر ولا باش نلعب له سهل. الا بانت شي حاجه اللي هي تفيد وعطيت راي وكانت جيده راه تنفعوا بها. الا كانت ما تفيدش يقدر يقول لك لا هذه ما تعملش. ماشي غير انا راه كاينين الناس اللي عندهم حتى هما خبره في كره القدم كبيره كمسير وكلاعبين وكمدربين. ما كان تنبغي زعما كعائله كره القدم تبقى مجموعه تبارك الله عليه. راه العمل ديالو كله جيد اسمه
أنا ما نعيبه عليه، أنا خدمتي عنده أشغال في الوزارة وعنده أشغال في كرة القدم، ودائما حاضر، وبالخصوص فرض وجود المغرب في إفريقيا. الدولة هذا إفريقيا بعدا إفريقيا على الأديان اللي ما قابلينش بأن المغربي يستولد على كأس إفريقيا بحال في هذا الشكل، على اللقب في هذا الشكل هذا. وكاين في فيفا، حتى فيفا عنده حضور، وقد ما كان عنده أصدقاء راك تنفع بهم، لا في التصويت لا في التقريرات اللي كتقرر الجامعة ولا لا فيفا ولا لاكاف، لم تنفع منهم. الرفراندي طلع الدين، هادشي اللي خصنا، لا خصنا نطلعو. أنا نقول لك الكودام قبل ما تدخل المدينة شي مدينة أخرى راه رابحة، ولكن خص اللاعبين في الملعب يعرفوا بأن راهم جايين باش يربحوا. ولحد الآن في هذه المباراة الأخيرين شفت المباراة بان لي بأن الفريق ولا متهرب ولا زعما كان منضبط، كاين التنافس، وتسيطروا على الماتش مع التغييرات شوية قليلة، ولكن اللاعب في الملعب اللي خصو يغير، واش يقذف من البعد، واش يراوغ، واش يسلم الكرة، واش إلا كل واحد دخل بهذه النية هذه بأن لاعب على الجميع، تنظن بأن القدم عندها فريق باش يطلع القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الأول ويفرض وجوده، لأن عدة فرق تطلع من الثاني الأول دائما تكون في رتبة جيدة، علاش تكون عندهم ذاك النظام اللي كسبوه في القسم الوطني الثاني باش فازوا باش هذا، تولي حتى في القسم الوطني الأول ما كانش فرق بزاف بين الفرق، يمكن على المدة على السنين تتكون بأن فريق الرجاء ولا الوداد ولا الجيش عندهم قيمة أكثر، ولكن في سنة واحدة كلشي تتقال ما تعرفش دابا حد السوالم ولا برشيد من تطلع تتحمد الفرق الكبار في المكتب وهو بعيد في المكتب في المكتب ولا ما تنحضرش مثلا ما تنتعلمش باش نحضر يمكن تكون مسافر يمكن كانت ما تجيش تنطلب لما كيلا كان محتاجين نحضر في المكتب نحضر في الاستماع نقدر نفيد ما سمعت داكشي انا ما متبعش داكشي انا تنطلب تجمع كلشي والعمل يكون عمل ترافاي كوليكتيف لان اي واحد تيفيد غادي تقول كلمه اذا كانت مزيانه غادي ناخذوها ما كانش مزيانه ما ناخذهاش هذا هو هذا لا دونك محتاجين الجميع في المكتب كلهم يحضروا كلهم يعطيو رايهم والتطبيق راه للجميع ماشي واحد بوحدو يطبق ولا حيت اذا طبق شي فكره راه كلشي خدام مسؤول فيها اذا طبقتها راسي ونجحت نورمال و اذا خسرت عيب علاش خدام بوحدو كنتشاور معنا ويمكن نجحو انا الجمهور المكنس كون كان الجمهور تيتشرى كون شي فريق كبير شرى الجمهور المكنس لان تبارك الله دائما حاضر وتنتمنى نبغي يفرح اكثر من وهي الصعود للقسم الوطني الاول والفريق يحضر حتى هو على شي بطوله على شي كاس العرس باش ممكن نستغرب لان هذا الجيل هذا ما عاش غير في التلفزيون عايش في التلفزيون ما عايش بحال الناس اللي عاشوا مع الكوردين بريمير ديفيزيون ولا في كاس العرس هذا اللي جعل بان هذا الجمهور بوتر حتى هو ينجح مع الكوردين تلعب في بريمير ديفيزيون تفوز بشي لقب والجمهور المغربي جمهور جماهيرك انت جماهير الحمد لله كسبت واحد الجمهور حتى اللي ما شافنيش تيقول لي بان والديهم عاودوا له كان بعدين تيقول كنت صغير ومشيت مع والدي للملعب في الاستاد دونر هذا واحد قال لي تيقول لي بابا هذا الكورنر ها البيت احمد واش غادي يمرق وكتسجل بقات متورخه عنده علاش حيت با عرف غادي نقدر نسجل هذا كان الجمهور الصغير حتى هو عاش كاس العالم عاش كاس افريقيا عاش الفريق الوطني عرف بان دوك اللاعبين كلهم اللي برزوا عاونتهم من اللاعبين الكبار تيمون الزكي والبودربال الحمد لله وهاد اللاعبين تاهما تيوصلوا الخبر بان فلان راه كان مدرب جيد ودار معنا عاوننا سجعنا اللي جعل بان الجمهور الحمد لله الجمهور المغربي كله تنحس بها تيكون خارج على مكناس واحد السيد صديق قال لي اعطيني عرفك هاد السميت حميد دوش انا رول فير مغربي قلت له علاش قال لي وفين ما زدتي يسلموا ويتصوروا معاك كذا قلت له دير حتى انت كنت درتي علاش كراك رحم الله والمحبه حب الله كيف قلت لي انت ايوا والله تشكرهم
وهذه المحبة تدوم إن شاء الله. وأنا أبغاهم دائما يكونوا فرحانين بيا ولا بيا، لأن تبغوا الكرة القدم، تبغوا الرياضة وتبغوا الكرة.